القيم بتاع مخان قوم الشقافه عدد من المقابر اللي تم نقلها من اماكن مختلفه زي مقبره سلفاجو. مقبره سلفاجو اساسا تم اكتشافها في منطقه اسمها كومفرين، خلاص، اللي هي ايتاي البارود، البحيره جوفرنر، محافظه البحيره، وكانت في ارض مملوكه لواحد ايطالي اسمه سلفاجو، عشان كده اتسمت بمقبره سلفاجو، وتم نقلها بعد كده لهذا المكان. المقبره او جزء من المقبره دوت ما فيهوش حاجه غير ان هم تو لوكالي اوفر ايتش اذر فوق بعضهم، واحنا لقينا كده بقايا لبعض الهيروغليفيك انسكريبشنز كده من جوه هنا. في بعض الهيروغليفيك انسكريبشنز بيدل ان هو تم استخدام بعض الاحجار القديمه في بناء هذه الايه؟ المقبره. اوكي؟ يبقى this tomb is called the tomb of Sylvago. خلاص؟ revealing that this tomb is a merchant called Sylvago and therefore it was called the tomb of Sylvago. It was discovered in Confirin, ايتاي البارود، البحيره جوفرنرت، and after that it was transported to be displayed in this place in the open museum of قوم الشقافه. ماشي يا شباب؟ It consists mainly of a structure, a simple structure consisting of two local holes, plus over each other. This one is with a pedimental ceiling. What is very different having blocks bearing different hieroglyphic inscriptions, confirming that this tomb was built from older blocks of older buildings. اوكي؟ تعالوا كده. مقبرة الورديان أو بقايا مقبرة الورديان تم اكتشافها في منطقة الورديان، والأرض أول مكان كان مملوك لواحد ألفريدو جيوفاني، خلاص، دي ستاجني، فعشان كده اتسمت في بعض الأحيان مقبرة ستاجني أو مقبرة الورديان، خلاص. وأساسا مقبرة الورديان كانت جزء من الجبانة الغربية، وكانت بتعتبر من أكبر الجبانات اللي تم اكتشافها. يقال ان هي كانت الانترنس بتاعها بيصل لاوبن كورت، كان فيه تقريبا 12 عمود، وصل ان احنا عندنا تقريبا عمودين ثلاثه كده تم حفظهم بالمتحف اليوناني الروماني، بالاضافه ان هو بيفتح على ديفرنت هايبوديوم او ديفرنت بيريال يونتس، يعني بروستس وايكس، يعني فتحه تفتح على بروستس وايكس، الناحيه الثانيه بروستس وايكس، وهكذا. نتيجه ان الباد ستيت اوف بريزرفيشن، المكان ما كانش بشكل كويس، تم نقل اجزاء من هذه المقبره، قعدت فتره في المتحف اليوناني الروماني، وبعد كده تم يعني حصل لها اعاده نقل هنا وتركيب هنا عشان يتم عرضها. اوكي؟ يبقى وي هاف هير 3 سكسيسيف بارتس اوف الورديان توم. الورديان توم واز بيلونجينج تو ذا ويسترن نيكروبوليس اوف انشنت الكسندريا، ات واز وان اوف ذا موست سبيشس، يعني ايه سبيشس؟ كبيره. Most spacious tombs, discovered tombs in this place. And it was owned, the land was owned by Alfredo di Giovanni Stagni, and therefore it was sometimes named the tomb of Stagni. It consisted of an open court leading to different burial units, and the open court itself was supported by 12 pillars, only 3 were remaining. Okay, here, for example, we can find the pedimental shape, the facade. In the central part, we can find the sun disks. The winged sun disk. On the lateral sides, the shape, we can find Anubis as a military in the form of a military costume. وهو لابس الملابس الايه؟ اليونانية أو ملابس الحرب الايه؟ الرومانية. And at the back wall, we can find the shape of the Egyptian Naus. Okay. And the shape of a goddess, probably Isis or Isis Aphrodite. Okay. On the lateral sides itself, احنا عندنا شكل شايفين الشكل ده؟ المجنح ده، ايروس اله الحب، خلاص، اللي هو ابن الالهه افروديت. عارفين الشكل بتاعه بيبقى شكل طفل مجنح وبيلقي في بسهم الحب في قلوب المحبين، خلاص. ودايما اتصور كان فيري فيفربل ديزاين، موجود دايما في العماره عندنا اليونانيه والرومانيه. ماشي يا شباب، هم دول الثلاث 3 بارتس. المميز هنا زي ما قلنا هنا مثلا دي برضو جزء من الورديان اهي، فيها شكل الصدفه اللي احنا شفناها مرتين قبل كده في كاتاكومب قوم الشقافه، وبالاضافه ل 3 روكات ساركوفيجي وسبورتد باي 4 بيلرز ويز دارك كولمز ويز دارك كابيتلز. ماشي، مفيش اي زخرفه ثانيه، وفاضل لنا كده مقبره عمده اللي احنا قلنا عليها هارت شيب كولمز، شايفينها،
مقبرة تجران تم اكتشافها في شارع تجران، وشارع تجران هو الاسم القديم لشارع بورسعيد. وبعد كده تم نتيجة ان المقبرة نفسها، نتيجة سوء الاحوال، سوء حالة المقبرة، تم كشف اللايرز ووضعها داخل هذا المبنى الحديث ولزقها بشكل معين بشكل يضاهي او يشابه شكل المقبرة الرئيسية. So this tomb was discovered in Tigran Street, Bursa'id Street in 1952. The layers are the painting layers were cut and placed in a modern building imitating the design of the original tomb. تعالوا ندخل كده مع بعض. Entrance, we can find here that the entrance is divided into two registers. لما اقول لك register يعني ايه جزء اللي هو ده خلاص مقسوم نصين. The upper register represents two bolts here facing each other as if they are going into the tomb. And the lower register we can find a person, a painted person, okay, wearing venomous headdress غطاء الرأس الملكي and the شنديد كيلت اللي هي النقبة الملكية، حاجة كده يعني زي جيبة كده قصيرة كان دايما يلبسها ملوك، and holding the oil flask with his hands walking towards the tomb itself، كأنه هيعمل بعض الطقوس الخاصة الجنازية. After that on the lateral sides we can find two shapes of the Agatha diamond in order to يعني preserve the tomb and protect it. In the four corners, we can find here Doric, painted Doric columns and the vaulted ceiling. The vaulted ceiling. In the central part, we can find the shape of the Medusa once again. And this vaulted ceiling is divided into four corners or into four parts. We can find here shapes of animals chasing each other. أشكال من الحيوانات بتجري ورا بعضها. شايفين الـ emotional theme أو شكل حركي. ما بيعتمدش فقط على الشكل التيمة المصري. ماشي يا شباب؟ بجد كده مفهوم؟ المقبرة نفسها زي ما احنا قلنا برضو هي مقبرة كان المفروض فيها فريق رقة ساركوفيجس بس مش موجودين حاليا. في الجزء اللي في النص برضو شكل مامي فايد فيجر، استأذنك. ادي شكل الماميفيكيشن، حورس بحتتي تو فالكونز وإزيس ونفتيس وهما ماسكين البالم برانشز. سعف النخيل وهو لغاية دلوقتي مقدس. تمام؟ سعف النخيل كان مسمى في اللغة المصرية القديمة رنبت، الله معناها آلاف السنين، دي إن إيك رنبو، بعطيك آلاف السنين، أحد الصيغ اللي كنا بنلاقيها كتير جدا في النصوص المصرية، وهي ارتبطت بشكل جنزي وبشكل الأبدية للمتوفى وهكذا. خلاص وعلى الجانبين هنلاقي شكل برضو أنوبيس وهو جالس على العرش بشكل ابن آوى وجسد إنسان. تمام؟ يبقى ذا مين ساركوفيجس we can find on the back wall the shape of mummification here and flanked on both sides with Isis and Nephthys, the two protective goddesses holding the palm branches. They are symbol of eternity. Renpet or Rinpo are symbol of eternity and are topped with the solar sun disk, the sign of Horus Behtiti. And at the lateral sides, we can find Horus the Falcon wearing the double crown of Upper and Lower Egypt, and also Anubis as the jackal-headed man seated on the throne. هنا عندنا منظر the deceased himself is standing holding two palm branches. ماسكهم بإيدين الاثنين. And also once again, it's depicted between two goddesses, probably Isis and Nephthys. And two Persian jackals representing Anubis here, the guardian of the other world. على الجوانب الأخرى في شكل الإيه البيضة، والبيضة كانت مشهورة بقصة إن هي مرتبطة بنظريات الخلق في مصر القديمة. Okay, so we can find here two columns, and over the column we can find the egg, which was highly connected in the Greek Egyptian mythology with the symbol of creation. هي شكل أو إيه فكرة الخلق. On the lateral sides, we can find the shape of Horus wearing the double crown and also traces of the Agatha diamond. On the other side, it's very similar to this side. However, the deceased here is uniquely kneeling. He is kneeling and presenting or receiving the palm branches from the deity, and behind him a person who is not identified and he is holding an unidentified object is depicted. On the lateral sides, we can find once again the shape of Falcon was wearing the double crown of Upper and Lower Egypt, and finally the shape of the Sphinx. Which type of Sphinx here?
Andrew Sphinx, the human-headed one, and the most well-known example we know is the Sphinx of Giza Plateau as an Andrew Sphinx. بكده نكون خلصنا تجران.